انه انا معايا تليفون، انا عايزك تقول الو كده. الو الو، يا مساء الفل، مساء الخير عمورة، وحشتنا كتير. عرفت خلاص ماهر. مساء الخير يا ابو حميد. عمورة دي فكت الطلاسم على طول يا كابتن ماهر. اخبارك ايه يا ابو حميد؟ منور الدنيا، منور الدنيا. انت طيب يا حبيبي. وانت طيب كابتن ماهر. وعمرو منور الشاشه. كل سنه طيب يا عمرو. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يكرمك. طبعا جمهور الاهلي الحبيب، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب ان شاء الله. ده يعني لسه ما فيش من ثواني بسيطه جدا كابتن عمرو كنت بكلمه على ظروف انتقاله للنادي الاهلي، وان هو كان بيلعب مدافع طول عمره ولا كان ابتدى في مركز ثاني. قال لي انا مثلا اللي على كابتن ماهر همام، وسبحان الله لما رحت النادي الاهلي يعني لعبت مع كابتن ماهر همام، كابتن ماهر همام كان بيدربني. فيعني فرصه اعتقد ان لطيفه جدا ان احنا نسمع صوتك كابتن ماهر. الله يخليك يا احمد، الله يخليك. بمس على عمرو، وكل سنه وتابع عمرو. طبعا احنا انا شرف ليا طبعا ان انا اتعامل مع عمرو. ربنا يخليك كابتن ماهر. مدرب، وعمرو كان من اللعيبه المحترمين، من المساكين الملتزمين يا احمد. ايوه، يعني اخلاقيا واداء وسد عالي زي ما بيقولوا. يعني حبيبي يا كابتن، الحاجات اللي في الهواء كان عمرو بيجيدها بشكل كبير جدا، وكان في الرقابه كمان بيجيد بشكل كبير جدا، ومن المساكين اللي فعلا يعني فرقوا مع تيم النادي الاهلي. وهو ذكر كمان مجموعه يا احمد. أي. مجموعه احترافيه بشكل كبير. يعني جيل عمرو جيل من الاجيال اللي ما تتكررش، يعني عارف التواصل بتاع الاجيال. أيوه. عمرو كان هو وجيله ومجموعه اللي ذكرها من اللعيبه طبعا المحترمين المميزين اذا كانوا في النادي الاهلي او المنتخب. لا، والحقيقه يمكن الجيل ده كمان كابتن ماهر بالاضافه لجيلكم طبعا، يعني وانتم اساتذه ونجوم كبار جدا، انتم جيل ذهبي الحقيقه. كان في مجموعه مدافعين ليهم تقول كده فورمولا معينه، ليهم معادله معينه تلاقيهم على اعلى مستوى. يعني الاسماء اللي ذكرها كابتن عمرو، سواء كابتن كمونة، كابتن ابو الدهب، كلهم الحقيقه كانوا مستوى متميز جدا، وبيتميزوا كمان ان هم دايما تلاقيهم عندهم حس التهديف او التصويب من بعيد او التخليص بالراس. يعني كانوا الحقيقه الثلاثه على اعلى مستوى. كمان يا احمد عايز اقول لك ان هم كانوا شخصيه مؤثره بشكل كبير جدا في تيم النادي الاهلي في هذه المرحله. أيوة. وعايز اقول لك كمان ان اجسامهم كمان الجسمانيه، يعني عارف تقدر تقول ايه، دي استدباكات على الحق. ايوه، الطول والقوه والسرعه والرشاقه والمرونه. فالنهارده بنفتقد احنا الاجسام دي. ما شاء الله عمرو وابو الدهب وكمونه وكابتن جمال السيد، معظمهم عايز اقول لك حاجه يا احمد، معظمهم في الفتره دي كان ممكن يحترف في اوروبا. أيوة. يعني انت النهارده كمونه قدر ان هو يعني يهرب ويحترف في اوروبا. عمرو جاته فرصه كمان كان ممكن يطلع يحترف في اوروبا. ابو الدهب كمان هو ابو الدهب احترف بشكل نمسا في النمسا. كابتن ابو الدهب، واعتقد كابتن سمير راح كايزر سلاوتن. راح كايزر سلاوتن. فعايز اقول لك يا احمد ان هي ديت الاجسام اللي تخوف الفراوده. عارف الفرود هو عامل حسابه. أيوة. النهارده انا هعمل ايه مع عمرو؟ حقيقي هعمل ايه مع كابونا؟ هعمل ايه مع ابو الدهب؟ هروح فين؟ واخد بالك؟ يمكن هو كان الوحيد الشاذ في المجموعه دي، اقصرهم مشير، لكن برضك كان قوي. لا بس كابتن مشير كان بشكل كبير يعني. صحيح، كان يتعب اي مهاجم بيلعب عليه. طب اخد رايك بقى في ماتش امبارح سريعا كابتن ماهر كده، كنت لسه بتكلم مع كابتن عمرو. انا عايز اقول مباراه امبارح دي حاجه طبيعيه يا احمد هنشوفها، خد بالك، خلوق خصوصا في الظروف اللي حصلت، الاصابات اللي ضربت الفرقه والكورونا اللي اثرت على واخد بالك. ولكن عايز اقول لك ان موسيماني والاعاره اللي اتعملت من ولادنا اللي جم، اذا كان اكرم او اذا كان صلاح محسن او نيتفيت، عايز اقول لك ان دول دكه يعتمد عليها بشكل كبير. طبعا. يعني احنا مش عايزين نقلل من قيمه ولادنا دول. لا خالص خالص. طب خليني احط الكلام جاي بشكل كبير ومؤثر بشكل كبير. صحيح. في تيم النادي الاهلي وادائه. اكيد. وعايز اقول لك كمان ان احنا باد لك الفرص اللي ضاعت طبعا، اذا كانت من معلول او من يانجا او من بنون. يعني بدر مضيع كوره برضه، محسن، حسين الشحات، فلو في واحده منهم جت كانت هتفرق بشكل كبير جدا في اداء النادي. صحيح صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما سعداء سواء برؤيتك او بسماع صوتك كابتن ماهر همام، نجم النادي الاهلي طبعا. شكرا جزيلا
على المداخلة، وخليني أرجع لكابتن